بتقول لنا الحكمة أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. الزمن كان شايله كتير، ولأن موهبته نضجت ببطء كان الضوء في آخر النفق ساطع. دياب على المسرح. الدنيا مسرح وحياتك مسرحية قدرية بحتة. لا كنت غاوي غنى ولا كنت ناوي تمثيل. القدر يعني أنا ما كانش في دماغي خالص إن أنا أمتهن المهنتين دول، ولا كانوا في خطتي ولا في تخطيطي خالص. أنا كان نفسي أكمل دراستي عادي واشتغل شغلانة تخليني بقدر يعني زي ما بيقولوا أكتسب قوت يومي، أقدر أكل وأشرب وألبس وأبقى عايش كويس زي أي حد يعني. بس القدر أراد إن أنا أول شغلانة أشتغلها أبقى مغني بالصدفة. غنيت أول مرة وإنت عندك 15 سنة ولا 14 سنة؟ 15 سنة وست شهور. 15 سنة. يوم 6/6/96 ده أول فرح في الشارع اشتغلته في مبابة عندنا في بني محمد. كان أجرك قد إيه؟ 45 جنيه. فرحت بيوم قوي طبعا. يا لهوي، سعادة يعني لا تضاهيها سعادة. سكلت بيهم كلهم. بجد؟ يعني جبت أكل أنا وصحابي، وجبت أكل وأنا مروح البيت، وكانت سعادة غامرة يعني. وبعدين اللي أسعدني أكتر إن أنا نجحت في الفرح ده لدرجة إن أنا خدت عربين ثلاث أفراح تانيين. فكنت طبعاً مروح يعني معايا فلوس ورقم ما كنتش مسكته قبل كده، 45 جنيه ده ما كنتش مسكته يعني. كنت بقعد أحوش فيه زمن عشان أجيب جزمة، أجيب بنطلون، أعمل حاجة كده. وفكرة إن أنا نجحت كمان في حاجة أصلاً مش في خطتي. دقت طعم النجاح. ومن أول يوم ومش في خطتي خالص يعني. أنا مش في دماغي إن أنا هغني ولا همثل ولا هعمل إيه في حياتي. أنا بس الراجل جه نادى عليا، تعالى يا ابني تعالى غني معانا وهنديه 45 جنيه وخد 20 جنيه وعربون. أنا عايز أقول لك إن أنا من اليوم ده ساعات بوصل لمرحلة إن أنا بتكسف أسأل ربنا، عشان بحس إن هو بيعمل لي أحسن من اللي بحلم بيه بكتير. أو والله العظيم بجد مش كلام إنشا ولا بس يعني. أنت صبرك كله بيجدي نفعا في الآخر. الحمد لله رب العالمين. وأنا شايف أصلا مفتاح الحياة كلها الصبر. من وقتها يعني كل ما تضيق عليا يعني أبص للسماء أنا بتاعك يعني، يعمل فيه اللي أنت عايزه، ما أنا راضي وتمام ومبسوط يعني. لو تسمي قصتك باسم موال الصبر. موال الصبر؟ وموال الصبر ده اول كمان اول غنوه غنيتها في اول غنوه غنيتها في مايك في فرح، ودي اللي بسببها الراجل اللي جنده عليا في البيت ده كان سمعني وانا بغنيها، فعرف ان في عيل هنا صوته حلو ولما اتزنق دور عليا جابك تغني في الفرح. شخصيات رئيسيه في حياتك حركتك واثرت فيك وكانت حافز، كانت وقود. اول حد امي الله يرحمها يعني، لأن أمي من الناس اللي غرست فيها الصبر، وظروفنا يعني ظروفنا كمان غرست فيها الصبر، وغرست فيها أن أنا أبقى حمول، وغرست فيها أن العوز ما يغيرش مبادئي، العوز ما يعوجش طريقي، ما يخلينيش شخص عوج يعني العوز ده يقويني. القدر بيعمل لي حاجات اللي هو أنا مش مستوعب أن ده بيحصل لي يعني، مش مستوعب يعني. واحد بيحلم بمش عارف ايه، ربنا بيديله حاجه اكبر، بيحلم بكل الحاجات اللي حلمت بيها خدت احسن منها، فتمام يعني انا مرضي جدا الحمد تمثيل. لله. التمثيل برضو جه بالصدفه. انا بيجي لي عروض تمثيل من قبل ما اتشهر كمطرب، لان كان ليا مخرجين اعرفهم اصدقاء يعني، منهم الاستاذ اكرم فريد اللي هو اول حد قدمني، الاستاذ اشرف فايق المخرج، استاذ علي رجب رحمه الله عليه. فالناس دي كانت شايفه ان انا ممكن ليه ما بتمثلش، انت لو مثلت هيبقى يعني حاجه كويسه يعني. وانا اقول لهم لا، انا راجل مغنواتي، عايز اغني، عايز اشوف منتج يكتشفني يعني، عايز اعمل اغنيه اي حاجه زي الناس اللي عماله تطلع دي، بدل ما انا اغني في نايت كلابس وبتاع وكده، فعايز اتشهر زي الناس، حقي المشروع يعني. فكان بيجي لي عروض تمثيل، اي نعم كانت بتبقى ادوار صغيره طبعا، عايزين يقدموني في ادوار صغيره وكده. فبقى كنت برفض الموضوع تماما. وحتى بعد ما اتشهرت كمغني انا برضو مش شايف يعني، انا اكيد ما بعرفش امثل يعني. كنت طول الوقت شايف ان انا ممكن امثل في كليب بتاع مش عارف ايه،
جه في وقت الله يرحمه ويغفر له سامحه يا رب، الاستاذ محمود عبد العزيز الغول، كان بيعمل مسلسل واسم باب الخلق، وكان عاوزني في دور معاه، ودور مهم جدا جدا من ابطال العمل يعني. فانا ما استوعبتش يعني، كنت بحب استاذ محمود جدا وهو كان بيحبني قوي. فرحت قعدت معاهم قلت لهم طب يعني انا مش عارف انا بعرف امثل ولا لا. فاستاذ محمود قال لا انت بتعرف تمثل. قال لك انت بتعرف تمثل بس انت مش عارف انك بتعرف تمثل. قلت له يعني ممكن يعني اكيد طالما حضرتك قلت كده يبقى اكيد ده صح. طب ممكن تختبروني؟ فقال لي عيب يا ابني انت نجم، اعمل لك تيست وتيست كاميرا وكده. قلت له لا اعمل لي عادي مفيش مشكله، انا ولا نجم ولا كلامه مش اهم من الاختبار يا محمد؟ كلامه اهم الاختبار، بس انا ما كانش عندي ثقه كافيه في نفسي، وبعدين انا ما بحبش ازاحم في حاجه انا مش فاهم فيها. يعني مش ما بحبش اخد الحاجات بالدراع. لازم اكون حاسب الخطوه كويس وعارف ان انا قدها. محمد مبروك ابو الحديد علي. دياب جت منين؟ جت منين دياب؟ بصي بقى دياب ده قصه كبيره قوي. انا اخ شقيق، اخ غير شقيق لاخوه عائلتهم ملقبه بدياب. وانا متربي معاهم، انا ابويا انفصل عن امي وانا عندي سنه. فتقريبا القصه دي اول مره احكيها. وانا متربي مع اخواتي الكبار دول، فهم معروفين بآلة دياب، فانا بقيت محمد دياب نسبه ليهم. اخواتي كانوا عصام واسامه وطارق ومحسن الله يرحمه، فهم كلهم لقب دياب. فانا خدت اللقب منهم، لكن انا محمد مبروك ابو الحديد علي. بس يعني ده لقب زوج والدتك؟ لقب عيله زوج والدتي اللي هو كان منفصل عنها يعني، وكانوا توفاه الله قبل ما تتزوج من ابويا الله يرحمه. والدك الله يرحمه ويغفر له سامحه، الله يرحمه، توفى 2004 7/6/2004 قبل امي باربع سنين. كنت كبير وبتشتغل؟ كنت بغني. يعني كنت هو توفى قبل ما امضي مع استاذ نصر محروس باربع شهور. يعني قبل ما ابتدي اول خطواتي في الشهره. والدتي توفت 2008، كنت نزلت غمازات سنجل بس كنت لسه ما نزلتش كليبات وكده والناس عرفت شكلي. بس ربنا يرحمهم يعني ويغفر لهم. يا رب سمع. اللهم امين. ليه وشك عمل كده لما جبنا سيره والدك؟ يا بقى كنت بحبه قوي، كان اقرب صاحب ليا. انا والدي كان منفصل عن والدتي من وانا عندي سنه، بس احنا كنا يعني علاقتنا ببعض مش اب بابنه، علاقتنا ببعض اتنين اصحاب، بفضفض معاه بحكي له كل حاجه. يعني حتى لو بعرف بنت بروح احكي له، لو عملت حاجه غلط بروح احكي له، او ما شربت سجاير رحت حكيت له كل حاجه. كان يعني كنت بروح احكي معاه، هو كان حكيم جدا وكان مثقف جدا وكان واعي جدا. انا والدي كان طبيب بشري. وانا ما كملتش تعليمي يعني، ضمن المفارقات الجميله. وهو كان حكيم وكان موسوعي، يعني كان شخص موسوعي، يعني ما كانش في حاجه في الكوكب ما بيفهمش فيها يعني. كان بيقرا اي حاجه. ما اصرش يا محمد انك تكمل تعليمك؟ لا، هو عمره ما اصر ان انا اعمل اي حاجه. يعني الحاجه الوحيده اللي كان اصر عليها وانا ما كنتش عاوزها بس عملتها ارضاء لي، ان انا يعني اخد ثانويه عامه ما ادخلش معهد موسيقى. انا كان نفسي ادخل معهد موسيقى بعد اعداديه. فهو اصر ان انا ادخل ثانويه عامه، وعشان عملتها غصب عني ما كملتش. مونولوج التحول، نقطة التحول في حياتك، نقطة تحول إيجابية. نقطة تحول إيجابية، بص، من أهم نقطة التحول الإيجابية في حياتي إن أنا اتجوزت. يعني دي أنا بعتبرها من أهم الخطوات الإيجابية اللي خدتها، تكون جت متأخر وفي عمر متقدم، لأن كنت في منتصف الثلاثينات أو في أواخر الثلاثينات، بس يعني حولت فيا حاجات كتير، زودت الإيجابيات وقلت السلبيات في سلوكي وفي حياتي وفي يومي. فدي من نقط التحول المهمة. وفي محطات بقى مهنية كانت نقط تحول، يعني زي تعرفي مثلا على أستاذ نصر محروس، ربنا يديله الصحة يا رب. دي أكيد أكبر نقطة تحول في حياتي المهنية. بعدها لما مثلت كانت نقطة تحول كبيرة. كل محطة بيبقى فيها نقطة تحول كده. نقطة تحول سلبية، وفاة أمي الله يرحمها، لأن دي يعني مش عارفه اشرحها يعني، بس حسيت ان انا متعري بزياده قوي. متعري؟ بزياده قوي قوي يعني، خلاص مبقاش ليا حاجه في الدنيا. وقعدت فتره، كنت انا في الوقت ده ببدا في اول البوم ليا، البوم العوض، وانا كنت عايز انجح بسرعه عشان افرحها بسرعه. يعني والله العظيم بجد، انا اكتر حاجه كانت مخلياني مستعجل ان انا انجح، ومستعجل ان انا ابقى بشتغل وابقى كويس وبوقف على رجلي، عشان هي تطمن. لان انا كنت طول الوقت حاسس ان هي ممكن تمشي في اي وقت تسيبني. هي كانت مريضه بقى لها سنين، فخايف تمشي وهي مش مطمنه.
فانا كنت عايش عشانها، عايزه تبسط، عايزه تشوف حاجه، لان هي قاست كتير عشان تربينا انا واخواتي وتعبت جدا جدا. فكنت عايز احسسها بفرحه، يعني عايزه تفرح، عايز تعوضها، خليها تفرح على الاقل، تفرح يعني العوض حتى يبقى مجرد فرحه. بيتقال انه دياب شخص طيب جدا ومؤدب جدا، الحمد لله، ومع ذلك بيلبس وش الفيلن كويس جدا، بيتقن قناع الفيلن كويس جدا. والله العظيم وحياتنا اتجمعنا من غير ميعاد، انا ما اعرف انا بعمل كده ازاي، والله انا بقسم بالله، عشان بس ما يعني ايه، لا ادعي بقى الموهبه العظيمه ولا ادعي، لا انا مش قصدي في التمثيل، ادرس اللي انا مش قصدي في التمثيل، امال في ايه؟ انا قصدي في الحقيقه، في الحقيقه، في الحقيقه بلبس قناع الفيلن؟ بتتفالين وبتت كده وانت مش كده، انت طيب؟ لا خالص، ما بعرفش خالص البس بجد؟ لا والله خالص ما بعرفش، ده انا يعني ده انا حتى لما بحاول بفشل وبيضحك عليا. قفشتك مش وحشه؟ قوي، وقلبتي وحشه قوي، يعني لان انا حمول جدا، فلما بنفجر بعمل زي القنبله، الغلطه الاولى هي الاخيره. امتى انفجرت اخر مره؟ لا بقى لي كتير، الحمد لله، الحمد لله يا رب ما تحصلش، يعني لان انفجاري بيبقى وحش قوي قوي. الحمد لله يا رب ما تحصلش، بالذات النهارده يا رب. ببقى شخص وحش قوي، ما بحبنيش وانا متعصب خالص، يعني مش بحبني، ببقى وحش، ببقى وحش بجد. ايه قناع تاني بتلبسه؟ بص، عشان يعني عشان الواحد يبقى واضح، اكيد في اقنعه كتير الواحد بيلبسها بس ممكن ما تبقاش حاسس. يعني ما اكيد مثلا كلنا بنكذب، بس مش شرط بنكذب عشان ننجا، ممكن نكذب عشان ما نجرحش الاخر، اللي هو عشان ما نقولش الحقيقه الجارحه، فممكن يعني انا ما بسميهاش كذب قد ما بسميها مجامله، بس هي في الاخر كذب يعني، او جبر خاطر، بس هو في الاخر كذب. وساعات الواحد بيكذب عشان محرج من حد، او مكسوف، او مكسوف من فعل عمله، بس انا يعني لما كبرت شويه بقيت اتكسف من اي فعل عملته، حتى لو كان مهما كان مصيبه. يعني في السنين الاخيره بقى نسبه الكذب عندي قلت قوي، يعني بقى نادرا يعني لو كذبت، ده بعد الجواز؟ من قبل الجواز بفتره، بس مش فتره كبيره يعني، بس من بعد الجواز بقيت يعني فاهمه ملاك. ده اللي عمله في شخصيتك شيل المسؤوليه من صغرك؟ جزء كبير طبعا، جزء كبير. وعايز اقول لك على حاجه، امي كمان الله يرحمها واغفر لها وسامحها يا رب، الله يرحمها، امي على قد ما هي كانت ست، بس كانت كلمتها اتقل من مليون راجل. بتقول كلمة خلاص، تقول لي أنا قلت دي قسم، فصنعت مني شخص ما بحبش أنا حد يلف ودور عليا، ولا لف ودور على حد، ما خلينا على الدغري وخلاص، واللي غلط يقول أنا غلطت و... على الدغري، وخلصنا يعني. ما ليه نقعد نكذب بقى ونقعد نلف وندور، ما بالبلدي كده زي ما بيقولوا، خمسة ببصل وبصل بخمسة، مش هنقعد بقى إيه أحلى فصل في حياتك؟ أحلى فصل في المسرحية؟ أحلى فصل في المسرحية جوازي والنجاحات اللي حصلت متوالية بعد الجواز، يعني ده أحلى فصل بالنسبة لي بصراحة يعني. وقفتك على المسرح ده في أول مسرحية مثلتها في حياتك؟ أنا بحب المكان ده جدا جدا جدا، بحب المكان ده، المكان ده من الأماكن اللي مأثرة فيا ومعلمة فيا، لأن أنا أول مرة أقف على مسرح كان على المسرح ده. لو في فصل في مسرحيتك في إيدك تمسحه تلغيه أو تعيد كتابته؟ يعني صرت فصول كتير عايز أمسحها كتير؟ أكيد في فصول كتير عايز أمسحها، وفي ناس كتير عايز أمسحها، وفي مواقف كتير عايز أمسحها، وفي لحظات وجع كتير عايز أمسحها. كلمني عن اللحظات. بصي، يعني أصعب لحظات تعدت عليا كانت وأنا صغير، أنا نشأتي كانت صعبة شوية، إحنا كنا ناس على قد حالنا جدا. طفولتي كانت قاسية يعني، واحنا زي ما بقول لك كنا ناس على قد حالنا، وانا عايش مع امي، مع اخواتي من امي، وابويا وامي منفصلين، ف يعني برضو الحياه ما بتبقاش احسن حاجه، وقسوه الفقر والعوز يعني مؤلمه، مؤلمه جدا 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 جدا، فدي دي اصعب الفصول بالنسبه لي، لان بعد كده فقر بيبني رجاله. طبعا طبعا، بالذات لو عندهم يقين وعندهم مبدأ. أي حد ما عندوش مبدأ وما عندوش يقين مش هيبني. ولو عندهم أم زي والدتك الله يرحمها. طبعا طبعا، لازم، هي دي اللي بتغرس المبدأ وبتغرس اليقين، يعني هي اللي كانت طول الوقت بتقول لي كل حاجة نفسك فيها تحصل.
ويحصل احسن منها كمان. ومراتك ملت فراغ والدتك الله يرحمها بشكل بص كبير. بص عشان بس ابقى واضح وصريح، مفيش حد يملى فراغ الام، بس هي ملت كل الفراغات اللي كانت في حياتي الحقيقه، لان هي يعني خير شريكه يعني في كل حاجه بصراحه يعني هي حنيه لا تقل عن حنان الام، بس حنان الام ليه طعم تاني، ليه تيست تاني. هي بتحبك قوي وانا بحبها جدا جدا جدا، انا ما بحبش حاجه قدها في الدنيا يعني. وبعدين زي ما انا كنت عايش عشان امي انا عايش عشانها كمان، زي ما كان بيبقى نفسي اسعد امي انا ببقى نفسي اسعدها، ونفسي اخليها مبسوطه، ونفسي اعمل لها كل الحاجات اللي نفسها فيها. هي كمان عندها حاجات في حياتها كانت صعبه، وانا كان عندي حاجات في حياتي صعبه، ف يعني بحس ان الناس اللي مرت بالحاجات زي كده ربنا عوضكم ببعض، ربنا عايز يكافئهم ويطبطب عليهم، فربنا طبطب علينا ببعض يعني. ده أدق تعبير يعني. من البدايات للصراعات مع دياب. كل بطل في حدوته بيواجه صراعات. صراعاتك الأكبر كانت مع الأقدار ولا مع نفسك ولا مع محيطك؟ لا، صراعاتي الأكبر كانت مع الأقدار، بس طبعاً صراعات مش إن أنا يعني صراعات عشان يعني أغير حالي يعني أبقى في حال أحسن يعني. أنا كان في شبح بيطاردني طول الوقت وأنا صغير، ألا هو العوز، الاحتياج، إن أنا ممكن ابقى محتاج. والله العظيم ما بقول الحاجات دي استعطاف عشان الناس بتفتكر لا 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 انت فنان وطالع تعمل لنا فيها مش عارف ايه وحاجات. لا بيبان بيبان يعني يعني بطاقتي على الباب يا جماعه يعني ما بكدبش يعني والله. روح اسالوا الناس في الباب وهي تقول لكم. فكان عندي شبح الفقر وشبح العوز، ده كان اكبر شبح بيواجهني، فعايز اغيره وعايز اقتله، لان دقت مره جدا جدا دقت امر مره يعني. فعايز اغيره، فده اكتر حاجه في الاقدار كنت عايز اغيرها. انا بقيت الحاجات عجباني تمام، انا موافق عليها جد الحمد لله يا رب وكل حاجه، بس ده مضايقني ان انا ابقى محتاج اكل ومش قادر اكل، مضايقني ان انا ابقى بردان وما عنديش جاكيت تقيل يدفيني، مضايقني يعني ان انا الاساسيات الحياه مش طايلها، ده كان مضايقني. فكان ده صراعي على طول، ده الحاجه الوحيده في القدر اللي هو كان صراعي معاها، العوز ده اللي هعمل اي حاجه عشان ما يكررش. يعني اللي هو انا مش عايز اسمح له ان هو يبقى موجود، مش عايزه يبقى موجود يعني. فبس مش هعمل اي حاجه بقى وخلاص يعني، اعمل اي حاجه تتوافق مع مبادئي ومع تربيتي ومع ان انا ما يعني لا اجور على حق احد ولا اعمل حاجه ضميري يوجعني بسببها. ما تخالفش مبادئك. بس استخدم بس الهبات اللي ادهاني ربنا سبحانه وتعالى ان انا ابقى يعني ابقى عايش كويس. بس صراعات مع نفسك؟ لا، دول كتير بقى، دول ما بيخلصوش ومش هيخلصوا يعني. ايه اكبر صراع فيهم؟ الصراع الاول لا، اللي هو طول الوقت الواحد عايشه ده، اللي هو ده صح ولا لا، اللي هي السنه الابراهيميه، انا بسميها السنه الابراهيميه، هذا ربي فلما افل فقال لا احب الافلين، اللي هو حاجه تبقى انا شايف ان ده صح جدا، فبعد شويه اللي هو لا ده مش صح، ده صح جدا لا مش صح، فطول الوقت عايش في الصراع ده، انا الصراع الهبل ده. يمكن ساعات يعني وجود شريك معاكي وانا كمان عشان يعني مراتي عندها يعني كثير من الحكمه والوعي والثقافه، فشويه بقت يعني ايه تميل كفه او كفه اللا يعني. لقيت حد تتكلم معاه في الصراع ده ويرد عليك؟ لا، ولقيت حد يقعد على كفه من الكفتين يتقلها لي عشان اخلص من الهدك، فده انا كنت محتاجه يعني. بس في صراعات كتير طبعا بعيشها، صراع فكره اللي هو انا مش هبقى طيب، ده برضو من الصراعات اللي يعني مش هتعرف اللي هو انا مش هبقى طيب، لا انا هعمل الناس زي ما بيعاملوني، لا انا اللي هيضايقني هضايقه، لا في الاخر اهبل اقسم بالله ولا بعمل اي حاجه من الحاجات دي. ده اللي قلت لك بيتقال عليك من الناس القريبه منك. اللي هو طيب جدا وبعدين ممكن يقرر يتفاليان، ممكن يقرر يبان شديد، ممكن يقرر ياخد موقف، بس هو طيب في الاخر ما بعرفش يعني، فاهمه؟ بيروح القناعه بيتقلع يعني ثانية. ممكن يزنقني افيه في وسط الخناقه، فالخناقه باظت خلاص هقول وبعد كده نبقى نتفاهم. ايه الموقف اللي لو شفت شخص فيه تضعف قدامه ما تقدرش؟ مرض
يعني ربنا يكفي كل الناس شر المرض. امين يا رب. ده يعني انا لو الد اعدائي، مع اني معليش اعداء الحمد لله رب العالمين، لو الد اعدائي مريضه توجع عشان صراعاتك مع محيطك. صراعاتي مع محيطي، بص انا عندي مشكله عامله لي، يعني عامله لي ازمه نفسيه في حياتي، ان انا طول الوقت بحاول ارضي كل الناس اللي حواليا، وبحاول ابقى انا يعني طول الوقت السفنجه اللي يعني بتمتص كل الحاجات، ففي الاخر انا اللي ببقى مسمم بقى. تبقى انت السفنجه المحطوطه وقاعده بقى بتنشع من كل الاتجاهات. فده من الحاجات، انا مش عارف هو صح ولا غلط اللي انا بعمله، بس انا يعني ما بعرفش اشوف حد متضايق وانا وما طبطبش عليه، يعني ما مش بعرف اعملها يعني. بس تطبطب عليه حاجه واشيل شيلته حاجه تانية. ما انا غصب عني وانا بطبطب عليه بقى الشيله بتقع في ايدي فبشيل معاه. ايه تاني صراعات في محيطك؟ صراعات في محيطي، صراعات ان انا ابعد عن الصراعات. يعني ان انا ما يعني ما بقاش جوه اي خناقات من اللي بتدور بالذات في مهنتي. مع انك نكاش على الفيسبوك. لا مش قوي على فكره، لا مؤخرا مش قوي. لكن لا يعني ساعات في حاجه بتستفزني، بس يعني بتبقى مستفز. عندك اراء كده لاذعه، ما بشوف بتقولها كرباج. ما عشان بعرفش الف وادور يعني لازم اقولها مباشر، لكن اقعد الف حوالين الحاجه واقول حاجه اشاره ليها، ويا جماعه انتوا فهمتوني غلط، لا انتوا فهمتوني صح. ولو حد مش عاجبك بتتريق عليه. ما خلاص بقى كده يعني، انا الف وادور ليه يعني؟ يعني رزقي على ربنا سبحانه وتعالى، ما حدش بيرزقني. لسه ما اتعلمتش مش كل راي المفروض نقوله؟ لا هو انا بطلت اقول حاجه، لان انا لقيت ان الاغلبيه العظمى يعني ما عندهمش فكره استيعاب الراي والراي الاخر، ما عندهمش فكره استيعاب ان الدماغ دي رزق. ممكن انا اكون ما بفهمش يا عم، بس هو رزقي كده طبعا، يعني هتعايرني برزقي يعني، وممكن تكون انت حضرتك اللي ما بتفهمش، وانا مش هقدر اعايرك برزقك، بس سيبني انفس عن نفسي يا سيدي زي ما انا بسيبك تنفس عن نفسك، وانا ما غلطش فيك وانت ما تغلطش فيا، ونبقى حبايب وخلاص يعني. اتعرضت لصراعات كتير في بدايه مشوارك لدرجه ممكن يتقال عنها انه تم اضطهادك احيانا. دي حقيقه يعني، ده حصل كتير جدا جدا جدا. انا اقول لك على حاجه يعني قصه طريفه جدا، وانا عندي 17 سنه فروحت مسابقه كانت في مسرح الجلاء، فمسابقه الناس بتغني يعني وكده، فروحت لقيت ناس بتغني وحش قوي قوي يعني حرام بشعين. وكان في حد، كان في لجنه يعني حاجه زي المسابقات كده وبتاع، بس مسابقه تبع التلفزيون او تبع الاذاعه وبيعملوا بتاع. فانا سامع، فانا افتكرت ان يعني اكيد دول بيهزروا، يعني اكيد دول مش مواهب جايه تغني يعني، اكيد الناس دي بتهزر، واكيد الناس واكيد الناس اللي عاملين يسقفوا لهم دول جرافيك. فاكتشفت ان دول وطلعت غنيت، حد سقف لي، واكتشفت ان كل اللي بيغنوا دول قرايبهم. اللجنه دول قرايبهم. فاللي هو قعدت اعيط عيط هستيري صعب عليا نفسي جدا، اللي هو طب ما كنتش تقولوا لي اجي، طالما انتم يعني طالما انتم ناس مش كويسه، طالما انتم اسره مع بعضيكم، يعني خلاص يا جماعه، طالما الرحله دي تخصكم ما تندهوليش. فصعب علي من لحظات الانكسار البشع اللي حصلت لي، واللي هو خرجت من مكان اللي هو ايه الناس دي، مين دول. عانيت كتير قوي من نقد الصحافة لأغانيك. دي حقيقة. لدرجة انك اتكرمت مرة في مدرسة فانتقدوا المدرسة اللي كرمتك. اتكرمت في جامعة عين شمس فانتقدوا التكريم. دي حقيقة. جايبين بتاع العو وسفهوا من من فنك. دي حقيقة. وقالوا انه بتاع العو بيتكرم في جامعة عين شمس. لا اللي هو انا كان في ساعات يعني في ساعات برامج مهمة يستضيفوني، و بس انا طبعا ما بسكتش بصراحه يعني، عشان ابقى واضح يعني ما بسكتش خالص. لا ما انا عارف. ما بسكتش خالص. طب انتوا جايبيني ليه؟ انتوا دلوقتي عاملين حلقه في مناسبه معينه عشان تبسطوا، وشايفين ان انا الناس بتحبني وبتحب اغاني، ما تجيبنيش بقى تضايقيني عشان هضايقك. فكان في برنامج او برنامجين عملوا كده، بس بعد كده حرموا يعني. يعني انا حرمته. ضايقوك ازاي؟ اللي هو الكلمات دي مش عارف ايه، طب انت جايباني ليه؟ وانت جايبني ليه لما الكلمات مش عاجباك؟ انت دلوقتي كنت تنوي يا استاذ ونفسنا تبقى موجود معانا في حلقه والناس بتحبك وبتاع، وبعد ما اجي الاقي طب قول لي انا جايبك هقطع فيك، انا خدامك. غمازات وعو كانوا هات. طبعا كانت اغاني هات. طبعا انا اتمنى يكون عندي اغاني زيها تاني. طب ازاي حد اتعرض للنقد والاضطهاد اللي انت تعرضت له واللي اغانيك اتعرضت له، انت بعد كده انتقدت اغاني المهرجانات وقلت انه في فرق ما بين الفن الشعبي او الغنى الشعبي والغنى البلدي؟ لا هو ده ما كانش طريقتي في النقد يعني.
اول حاجه انا لما حد بيسالني عن المهرجانات او غير المهرجانات او الراب او التراب او حاجه، انت قلت كمان انها مش غنى وان فيها شيء من العدوانيه. لا لا هي مش، انا كنت انتقدت الكلمات بتاعتها يعني، ما انتقدتش الراب. لا الـ الـ كلهم مهرجانات والراب والتراب. انتقدت الكلام بس ما انتقدتهمش كموسيقى يعني، كموسيقى مصنوعه لو هي مش ذوقي ما اسمعهاش وخلاص، لكن ما انتقدتش وجودها ولا انادي بمنع وجودها ولا الكلام ده. انا عكس كده تماما. انت فرحت بقرار النقابه ان هم ما يغنوش بفلاشه وان هم يغنوا بالظبط عشان كمان زمايلنا الموسيقيين يشتغلوا يعني، والدنيا تبقى ماشيه شكلها يعني، يبقى شكلها مظبوط، يبقى شكلها منضبط كده يعني. لكن انا لما انتقدت في احد البرامج يعني، انتقدت الكلمات اللي فيها عدوانيه، انا اعورك، انا اعمل، انا حمله، انا مش عارف ايه، حسيت ان هي يعني حد خارج من الحبس وبيكاتب اغنيه. انت قلت لما بيعرفش يغني يشوف له شغلانه شريفه. بالظبط. تقصد مين؟ اي حد ما بيعرفش يغني يعني، اي حد ما بيعرفش يغني. قصدك اي حد بيقول الكلمات دي؟ لا، اي حد صوته مش كويس يعني، يعني يمتهن مهنه اخرى يعني. انا ما بحبش اسمع ناس صوتها مش حلو، بحب اسمع ناس صوتها حلو. ما هو اسمه غنى. لما تنتقد اغاني زي دي، زي اللي اتكلمت عنها، ما بتديش موافقه ضمنيه كده انه حد برضو ينتقد كلمات اغانيك زي ما حصل لك بالفعل؟ لا، انا ما عنديش مانع، بس انا اغانيها لا تحض على العدوانيه ولا تثير الغرائز. لكن انا بتكلم يعني لقيتها بتاثر يعني، بتاثر وجدانيا في الناس اللي طالع، العيال كلها بتتكلم وعامله كده. انت مع المنع لما يبقى فيه لا فن انت مش مستصيغه؟ لا انا مش مع المنع اي حاجه خالص، بس انا مع تصحيح المسار، مع النصح والارشاد، لكن مش منع. اي حد يعمل اي حاجه، انا بالذات في الفن يعني ما منعوش، اي حد حر. وبعدين حتى الاغاني اللي بنتقدها دي ما هناك حلوة جمهور، انا ما اقدرش اصادر على الجمهور. العدوانيه دي موجوده في الواقع ولا موجوده في الاغاني والاغاني بتجيبها للواقع؟ يعني بغض النظر هي مين جايبها على مين، بس انا دلوقتي انا مسؤول يعني، انا كفنان انا مسؤول عما اقدمه. هو فن بيعكس واقع يا دياب. ما انا فاهم ان هو بيعكس واقع، بس مش يعني، ما هو الواقع ده احنا كلنا بنسمعه بمختلف فئاتنا يعني، احنا مش كلنا حبسجيه برضو يعني. طب ما انت في ناس بتسمي كلام اغانيك هلس. ماشي تمام، انا موافق ان هم يسموه كده، وبيقولوا ان احنا مش عايزين ولادنا يسمعوا هلس. تمام، انا ومش موافق. عايزين الفن المصري يتحسب عليه كلام هلس. بس هقول لك على حاجه، انا دلوقتي الاغنيتين الاشهر في حياتي المهنيه ايه؟ غمازات والعود. هاتي لي كلمه عيب في غمازات، كلمه فيها اي اثاره يعني حسيه او جنسيه. يا واد يا سوسو مثلا فيها ايه؟ دي كلام دراما. هاروني بوس ويا واد يا سوسو. طب ده لا خلينا في هاروني بوس عشان دي اللي كلمتها صدمه. ماشي، وتمام وجد وتمام جدا وعادي، الماضي كان دروس، انا اكتر ناس اذوني هم اللي هاروني بوس. قولي لي حاجه عيب فيها. ده كلام دراما. انا واحد شخصيا مر عليا الموقف ده، ان ناس كنت كويس معاهم جدا وحبيبنا وبتاع، اكتر ناس طعنوني، فهي اي كلام دراما. انا ما وافقش ان انا اغني. هم كلامهم مش كده؟ لا، بقول لك ناس بيتكلم مش شبه الدراما بتاعت واقعهم. لا، ده اللي اقصده. هو واقعهم، واحنا من سنغافوره، ما احنا من واقعهم. لا بس برضه واقع عن واقع بيختلف. لا 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 لا، ما انا من امبابه على فكره. امبابه على ايامك غير امبابه دلوقتي بغض النظر. لا بس حتى امبابه دلوقتي مش المفروض ان انا، ما امبابه دلوقتي دول بيسمعوا عمرو دياب وبيسمعوا حسين الجسمي وبيسمعوا كل حاجه، رامي صبري وبيسمعوا تامر عاشور وبيسمعوا، على فكره كلنا الناس دي بنسمع كل حاجه. الناس دي اللي بتصنع نجوميه احد. طبعا السواد الاعظم طبعًا. المناطق الشعبيه طبعًا. هي اللي هو ليه الفنانين اللي بيعملوا دراما شعبيه بيغزلوا الناس دي؟ عشان الناس دي هم الوقود اللي بيخلي الناس تعلى ويخلي الناس تتنجم ويخلي الناس تبقى يعني تتقدم الصفوف. فالناس دول اكرمهم بان انا اصدر لهم حاجه كويسه. مش شايف ده فيه وصايه؟ لا خالص، اعوذ بالله. وانا بقول لك نمنعهم؟ انا قلت لك انا ضد المنع وضد الوصايه وضد كل الحاجات دي تماما. كل حد حر. ما انا قصدي انت حبيت طعم النصح عشان تنصح؟ لا مش حبيت طعم يعني لما كنت بتتنصح. لا انا مفيش حد نصحني يعني، كان في ناقد بس محدش نصحني يعني. ما حدش كلمني بالراحة. اول حاجه انا ما اقدمه ما كانش صنيعتي، كان صانع عظيم كبير اسمه الاستاذ نصر محروس. فالراجل ده عمره ما صدر فن رديء. الراجل ده صانع نجوم اهم مني بكتير حقيقي، فعمره ما صدر فن رهيب صانع نجوم رديء، فهو مسؤول. انا مشارك اصلا في العمل ده بصوتي فقط.
يعني مسؤوليتي فيه كانت صوتي فقط ان انا اغنيه كويس. قلت امشي وراه وانا مغمض. طبعا في بدايه مشوارك. هو مين اهم من نصر محروس الشمس؟ قلت امشي وراه وانا مغمض. بعد 13 سنه حصل خلاف ورفعت عليه قضيه. لا 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 خالص، ما حصلش، ما رفعتش عليه قضيه. رحت المحاكم عشان عقدك. لا ما رحناش محاكم خالص خالص، احنا الموضوع خلص بشكل ودي انا واستاذ نصر محروس، ولا محاكم ولا عتبت محكمه في حياتي غير لا انا رحت محكمه بنود العقد. عشان بس ايه؟ عشان بنود العقد. لا لا بس ما روحتش محاكم، انا المره الوحيده اللي روحت فيها محكمه كنت عشان نطلع ورقه من سنين، يعني قبل ما امضي مع استاذ نصر. كما رجليا ما خطتش محاكم ولا هو في موضوعنا ده، وفي الاخر خلص بالتراضي. يعني اللي بيننا اعمق يعني، والعلاقه الانسانيه كمان والشخصيه اللي بيني وبين استاذ نصر محروس اكاد ازعم تختلف تماما عن اي فنان اشتغل معاه، لان احنا العلاقه بينا في منطقه يعني ما ينفعش حد يخدشها. طب ليه بعد 13 سنة فتحت وحصل خلاف؟ لا هو احنا يعني يعني كان خلاف على بنود عقد وعدد عشنا ألبومات عشنا مع بعض بس، يعني عشنا خلص مع بعض بس، لكن لا ما فيهوش أي تمرد وما فيهوش أي حاجة. وإحنا يعني أنا ما بحبش حد، ما حبيتش حد في المهنة دي قد أستاذ نصر، وعلى المستوى الإنساني أنا بحبه حب يعني ربنا وحده اللي يعلم، هو عارف انا بحبه ازاي وهو عارف قيمته عندي عامله ازاي، يعني ربنا يحفظه لينا ويبارك لنا فيه ويا ريت يبقى عندنا زيه كتير. كان عقد 8 ألبومات في 8 سنين. بس انا بس في حاجه، انا في اتفاق بيني وبين استاذ نصر عشان برضه عشان يعني الواحد يبقى ان انا ما نتكلمش في الموضوع ده خالص، يعني انا رديت عليك في كام سؤال يعني تكريما ليكي، بس انا في اتفاق بيني وبينه ان احنا ما نتكلمش في الموضوع ده خالص. يعني انت ما قلتش يا دياب التصريح ده هو رفع عليا قضيه زي ما بيرفع على كل الفنانين؟ انا قلت لك اكراما ليك، انا رديت على اول كام سؤال. ايوه بس انا مش هقدر اكمل معاكي. لا تقدر تقول لي، مش عايزه يعني قول لي لا ما حصلش، عشان في اتفاق ضمني ما بيني وبين استاذ نصر، وانا زي ما قلت لك من شويه في لقائنا ان انا ما بخلش بكلمتي ان احنا ما نتكلمش في الموضوع ده خالص. فيعني أرجوكي احترمي ده عشان بس عشان الموضوع ما يخصنيش لوحدي، ده يخص رجل أبويا الروحي وأنا بحترمه وبقدره وبقدس علاقتنا جدا. فأنا آسف، المنطقة دي مش هقدر أتكلم فيها أكتر من كده. حقك أحترم علي ده جدا. حقك علي أحترم معلش. ده جدا. مسلسل مليحة اتعرض لنقد قوي جدا في الصحافة الإسرائيلية. شرف ليا أن أنا أنتقد في الصحافة الإسرائيلية يعني طبعا. أو عمل أنا بقدمه أو شريك فيه أو عامل حتى ولو دور صغير فيه، أنه انتقد وأنه يثير الجدل عندهم وأنه يسبب لهم أي قلق من أي نوع. أنا أي حاجة تعكن عليهم، هو شرف لأي حد الحقيقة، أي حاجة تعكن عليهم شرف ليا. من الصراعات للمورال مع دياب. المورال، قل لي مورال طلعت بيه من طفولتك. مورال طلعت بيه من طفولتي، امشي في طريقك عادل احترع ودوك فيك. حلو. قل لي مورال طلعت بيه من شغلك، من كل المشوار الطويل اللي بدأته من وانت طفل لحد ما قعدت قدامي دلوقتي. يعني من زرع حصد والإخلاص والصبر هم مفتاح النجاح، هم مفتاح الحياة أصلا. مع إن اللي حصدته ما كانش زرعك، هو كان كرم من ربنا بس. ونعمة بالله، بس ربنا استخدمني في إن أنا أساهم في الزرع يعني. اليقين. لأن لازم أعاني في أثناء الزرع عشان أحس بالحصاد. فلازم ربنا سبحانه وتعالى يستخدمني وأثناء الزرع عشان أحس بالقيمة. وصلت لإنه اللي جاي أحلى، ولا أحيانا بتبكي على اللبن المسكوب؟ لا ما بكيش على حاجة خالص. يعني اللي جاي احلى. اللي اكيد يعني اي لبن السكب ما كانش بالنصيبي، يعني ما كانش من نصيبي وما كانش مفيد ليا كمان، يعني اي حاجه راحت اكيد. وبعدين شفت ده عملي، يعني جالي اوقات كان ايماني بيضعف شويه، مثلا حاجه اكون يعني في مثلا حاجه كنت ابقى مترشح ليها اعمال مهمه او كده وتروح مني، اغنيه تبقى حلوه جدا وانا شايفها حلوه جدا وتروح مني، فلا الاغنيه تنجح ولا العمل اللي انا كنت مترشح ليه ده وزعلت عليه ينجح ولا اي حاجه. فبعرف ان ربنا بيختار لي الاحسن، فبسكت بقى يعني، خليني مؤدب شويه. ايه الامنيه اللي ما اتحققتش وفات اوانها؟
أمنية ما تحققتش وفات أوانها؟ لا، هو مفيش أمنيات بيفوت أوانها. يا طالما في أمنيات بيفوت أوانها؟ لا مفيش، أنا بشوف إن مفيش كده. يا طالما ما تحققتش بقى أوانها ما جاش. إحنا محدودين جدا، إحنا مساكين. إحنا محدودين ومساكين وكل إحنا حاجة. محدودين بالعمر ومحدودين بالصحة ومحدودين بالزمن بس لازم ومحدودين يكون عندنا بالظروف. لازم يكون عندنا يقين، والله العظيم بجد لازم يكون عندنا يقين بالله سبحانه وتعالى ان كل حاجه هتحصل. اكيد بس في حد بيبقى عايز يلعب لعبه معينه ما ينفعش يلعبها بعد سن معين، في حد بيبقى عايز يتعلم حاجه معينه ما بقاش ينفع يتعلمها ممكن بعد جدا سن. بس انا ما حصلليش ده. في حد بيكون نفسه في اطفال ما يقدرش يبقى عنده اطفال او ينجب في سن معين. طبعا ممكن جدا. فلا احنا محدودين جدا. كل الحاجات دي ما حصلتليش، ما حسيتش بيها، انا ما حسيتش ان في حاجه كان المفروض تحصل في سن معين او مرحله معينه ما حصلتش. يعني حسيت ان كل حاجه جت في الوقت اللي انا مستوي فيه واقدر استوعبها. يعني زي مثلا موضوع التمثيل ده، انا بحس ان لو كنت مثلت صغير عن كده او وانا لسه يعني في اول العشرينات ما كنتش هبقى كويس وكنت همر مرور الكرام، ما كنتش هتبقى ناضج كده. بالظبط. فلما مثلت في المرحله اللي انا حاسس فيها جوايا وان انا جوايا حاجه اقدر اقدمها، فده معادها. كذلك كل الخطوات لما يجي معادها هتحصل. لكن حاجة فاتتني أقول ولا أمنية في الحياة، حاجة كان نفسك فيها ما حصلتش وعدى الزمن بقى وراحت؟ صدقي بالله أنا حصل لي أحسن من اللي أنا كان نفسي فيه بكتير. الله بكتير. الله يعني الحمد لله، ده أنا في نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الحمد لله. بمنتهى الصدق ومن قلبك بدون أقناع بدون افتعال هتقول كلمتين للناس على المسرح. ماشي، موافق. يلا بينا. السلام عليكم. الأول أنا ممكن أكون مش متحدث لابق ومش مفوه، وأول مرة أتورط في موضوع أن أنا يعني هتكلم وجها لوجه كده. أنا متعود أن أنا دايماً بتكلم وأنا مش بتكلم مباشر كده، يعني حتى في أثناء التمثيل ببقى بكلم زميلي بس مش بكلم الكاميرا كده مباشر. مش هنصحكم بحاجة لأن أنا أضعف من أن أنا أنصح، بس كل اللي أقدر أقوله لكم إن دايماً خلي عندك يقين إن كل اللي نفسك فيه طول ما أنت بتسعى له وبتسعى له بجد وباجتهاد وماشي دغري وما بتبصش حواليك، بص في ورقتك بس وبص في طريقك بس، كل حاجة نفسك فيها إن شاء الله هتحصل في ميعادها. وربنا يا رب ينولكم اللي في بالكم وكل نفسه في حاجة يلاقيها. كل سنة وانتم طيبين.